لقاء متجدد يجمعنا بكل محبي التكنولوجيا والابتكارات في هذه الحلقة المميزة من فورتك، محطات تقنية تنقلنا إلى الولايات المتحدة، مصر وهولندا، فأهلا بالجميع. عودناكم في برنامج فورتك أن نزور أكبر مراكز البحث والتطوير حول العالم، والبداية من هولندا وجامعة تستضيفنا للمرة الأولى. يطور باحثون في جامعة تيو دلفت محطات ذكية لرصد الطقس بهدف تزويد القارة الأفريقية بمحطات صغيرة الحجم ورخيصة ولا تحتاج لصيانة متخصصة لتوفير المعلومات المناخية المفيدة للمزارعين. أنيس يختبر تلك التقنيات في هذا التقرير. يعمل الآلاف من الباحثين حول العالم على تطوير القدرة على التنبؤ بالمناخ في المستقبل. جئت إلى هذه الجامعة في هولندا للتعرف على هذا الجهاز الذي يتم تطويره خصيصا للقارة الأفريقية. نعم، القارة الأفريقية تعاني من شح في جمع البيانات الخاصة بالمناخ. هذا الجهاز هو أحد الحلول. لماذا نحتاج إلى هذه المحطات التي توضع وتنتشر في مناطق واسعة؟ أليست الصور التي تلتقط بالأقمار الصناعية كافية للتنبؤ بالمناخ للمستقبل؟ الأقمار الاصطناعية مهمة، ولم نكن لنحصل على توقعات المناخ الحالية بدون الأقمار الاصطناعية، ولكننا نحتاج لمحطات قياس على الأرض أيضا. مثلا، من الصعب الحصول على معلومات عن ضغط الهواء عبر الأقمار الاصطناعية، من الصعب التنبؤ بكمية الأمطار التي تهطل عبر الأقمار الاصطناعية. نستطيع أن نعرف إذا كان هناك مطرا أو لا عبرها، أو حتى نعرف احتمالية هطول الأمطار من عدمها، ولكن يصعب معرفة مدى غزارة الأمطار ومواقع هطولها المحددة. نحتاج لمحطات رصد أرضية لمعرفة كافة هذه المعلومات. في النهاية تحتاج إلى دمج هذه البيانات التي تحصل عليها من الأقمار الاصطناعية ومحطات الأرصاد للحصول على أفضل نتيجة. ما الذي سيجلبه هذا المشروع للقارة الأفريقية؟ ما هو النوع المعلومات التي يمكن أن توفرها هذه الأجهزة، والتي هي تلعب دور مهم في تطوير قطاعات مختلفة في الاقتصاد الأفريقي؟ نعم، أعتقد أن هناك أمران مهمان لمعرفة واقع الطقس في أفريقيا بشكل أفضل. نحن نعرف أن المناخ يتغير، وما نود معرفته هو طبيعة هذا التغير. هذه التغييرات تتم على الصعيد المحلي، ونحتاج لعدد من محطات رصد المناخ للتعرف على ذلك. الأمر الآخر عملي جدا، وهو قدرتنا على التنبؤ بالطقس لغد أو الأسبوع المقبل. يعتمد المزارعون في أفريقيا في قوت يومهم على الأمطار لمعرفة أفضل موعد لغرس الأشجار، سواء اليوم أو غدا أو الأسبوع المقبل، ومتى سيهطل المطر. إن شبكة الرصد ضرورية لهذا الغرض. هل يمكن أن تخبرنا عن التصميم الخاص بهذا الجهاز؟ هنالك تفاصيل تقنية تجعل هذا الجهاز قادر على أداء هذه الوظيفة. نعم، هذا تصميم مميز. إنه جهاز ذكي، وهو بالفعل محطة كاملة لرصد الطقس. نقوم بقياس سرعة الريح عبر هذا المكان، ودرجة الحرارة والرطوبة وضغط الهواء ومستوى هطول الأمطار، وأيضا مستوى الإشعاعات والرعد. هذا الجهاز يقيس كافة هذه الأمور. هذا الجهاز محطة متكاملة، وهو جهاز صغير بالمقارنة بالأجهزة المماثلة، وهو يقوم بكافة ما تقوم به محطات الرصد التقليدية. لماذا وضعتم هذه المساحة هنا، ولماذا وضعتم هذه النقاط المرتفعة قليلا؟ هل هنالك وظيفة لهذا التصميم؟ نعم، هذه هي طريقة قياس سرعة الريح واتجاهها. لدينا 4 ميكروفونات لقياس سرعة الصوت في الاتجاهات المختلفة، فإذا كانت الرياح تأتي من هذا الاتجاه، فإن سرعة الصوت في هذا الاتجاه تكون أسرع من الاتجاه المعاكس. هذه هي طريقة قياس الريح. في بعض الأحيان عندما يهطل المطر بشكل غزير، نستخدم ما نسميه مضاد تطاير الرذاذ للأعلى، فهي تمتص رذاذ المطر.
أخبرتني أيضا أن هنالك هذا المكان لقياس مدى غزارة الأمطار، لكن ما هو هذا الجهاز الصغير هنا؟ المطر يهطل هنا ويتم قياس مستواه في هذا المكان عبر قياس قطرات المطر، ولقد وضعنا هذا الزنبرك المفيد لمنع انسداد الفتحة، فمثلا لو سقطت ورقة أشجار على هذه المساحة فإنها لن تمنع عمل الجهاز. هي أيضا تطرد الطيور بشكل نسبي لأنهم لا يحبون الأشياء المتحركة. شاهدنا هذا الجهاز من الخارج، ولكن ما الذي داخل هذا الجهاز وكيف تنقلون هذه البيانات التي يتم تجميعها هنا إلى مركز آخر؟ نعم، نقوم بنقل البيانات عبر تقنية تشبه الهواتف النقالة. هناك قطعة إلكترونية تشبه عمل الهاتف الذكي. هذه هي طريقة نقل البيانات. نقوم بتوفير الطاقة عبر شريحة طاقة شمسية صغيرة بحجم صغير. نستطيع أن نفتح الجهاز لرؤية ما بداخله. تستطيع أن ترى كيف يتم قياس مستوى الأمطار. هذا جهاز لتنقيط الماء داخل الجهاز. وفي الأسفل هنا ترى إلكترونيات تقيس كل نقطة تسقط في هذه المساحة. هذه طريقة بسيطة لقياس غزارة المطر دون الحاجة لأجزاء متحركة. وضعنا غالبية الإلكترونيات في المنطقة السفلية، وهي تشمل جهاز الاتصال وجهاز قياس الضغط والحرارة وسرعة الرياح، وهو جزء لا يسهل فتحه بسهولة. ذكرت بأن المدرسين في هذه المناطق النائية قد يلعبون دور في صيانة هذه الأجهزة. إذا أخبرنا عن علاقة هذا الجهاز بالمجتمعات المحلية وأيضاً السلطات المحلية. نعمل مع السلطات المحلية والهيئات الوطنية لحماية البيئة والتنبؤ بالطقس. هذا أمر مهم لأنهم سيقومون بإدارة شبكة الأجهزة الأرضية في نهاية المطاف، بالإضافة إلى التعامل مع البيانات. سنقوم بوضع 90% من الأجهزة في مدارس، عادة مدارس المرحلة الثانوية. هناك سببان لذلك. الأول أنه أمر مهم لتوفير حماية اجتماعية وفعلية لنا مقارنة بوضع الأجهزة في الحقول. لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث لها هناك. إن وضعها في مدارس يوفر حماية أكثر. لدينا أيضا منهج تعليمي للطلاب وهم يتعلمون عن الفيزياء خلف هذا الجهاز وقياس الطقس والبيئة. هذا الأمر بالنسبة لنا أمر تعليمي لتدريس الطلاب. ستؤدي هذه الأجهزة إلى تعزيز قدرة الدول الأفريقية على جمع البيانات الخاصة بالمناخ، وبالتالي تعزيز قدرة قطاعات مثل السياحة والزراعة والنقل الجوي وغيرها على اتخاذ القرارات المناسبة. المحطة التالية في هذه الحلقة التي تقدمها داليا من مدينة لاس فيغاس الأمريكية قد تهم كل عشاق الموسيقى والعزف. بيانو ذكي يساعد مستخدمه على التمرن بسرعة واختصار أسابيع من الدروس الموسيقية التقليدية. البيانو يرشد العازف إلى المفاتيح المناسبة للمقطوعة التي يتمرن عليها من خلال إضاءة هذه المفاتيح تباعاً. الكثيرة والمختلطة القادمة من أقسام المعرض المختلفة لن تخطئ الأذن صوت البيانو الذي استوقف العديد من الزوار للتمرن عليه. أريال الآن تعزف البيانو وستخبرنا كيف تعلمت العزف. هاي أريال. أريال أخبرينا كيف تعلمت العزف على البيانو. تعلمت البيانو في طفولتي، لكن سرعان ما توقفت عن العزف لأنني شعرت بالملل. لكن منذ سنتين عودت التمرن من جديد على هذا البيانو وأنا أحبه جدا. لكن كيف يقوم البيانو بتعليم الأشخاص أو الهواة طريقة العزف من خلال هذا التطبيق؟ So the piano actually can teach you how to play by
البيانو يمكن أن يعلمك من خلال إضاءة المفاتيح الموسيقية، ومن ثم الاستماع إلى عزفك وإرسال التقييم إلى التطبيق الذي يحتوي بدوره على قائمة المقطوعات الخاصة بك ودروس تعليمية. إذن بدلاً من أن تتدربي إلى جانب أستاذ خاص، بإمكانك اليوم التعلم بمفردك عن طريق مفاتيح البيانو. فقط اتبع الضوء وتعلمي عزف أغنيتك المفضلة في بضعة دقائق. البيانو يتواصل مع التطبيق ليقوم الأخير بتعليمك كيف تعزفين المقطوعة، وهنا يوجد أربع طرق. إحداها الطريقة التقليدية، أي من خلال قراءة النوتة الموسيقية التي تختارينها، وبالرغم من أنها تبدو تقليدية لكن هناك خصائص ذكية بها، كأن تختاري مثلا العزف إما باليد اليمنى أو اليسرى ليقوم البيانو بإضاءة المفاتيح المناسبة. أما الطريقة الثانية فهي من خلال اختيار دروس تعليمية، وبالتالي تتم إضاءة المفاتيح بينما تستمعين إلى المدرس والتمرن في ذات الوقت، وسيمنحك التطبيق الوقت الذي تحتاجينه لاختيار المفاتيح المناسبة. عادة عندما يبدأ شخص بتعلم الموسيقى غالبا ما يبدأ بالطريقة التقليدية من البداية، كتعلم السلم الموسيقي إلى آخره، قبل أن يبدأ بالتمرن على البيانو أو أي جهاز موسيقي آخر. أنتم هنا قفزتم خطوة إلى الأمام من خلال هذا التطبيق، لكن ألا تعتقدين أن الطريقة التقليدية أيضا مهمة؟ حقيقة لا نزال نتيح الطريقة التقليدية للتعلم، لكن هذه الأيام الكثير من الناس يفضلون الأسلوب السريع بدلاً من إمضاء ما يقارب 20 ساعة في دروس لتعلم العزف. وما نفعله نحن هو إعطاؤك فرصة لاختبار شعورك أثناء تعلم البيانو، وبعدها يمكنك متابعة ما يقارب 100 درس موجودين على التطبيق حول تفاصيل العزف والنظريات المختلفة حوله. كذلك لدينا قسم لتمرين الأذن وقراءة النوتة لتطوري خبراتك بسرعة وسهولة. لكن بالنسبة للأشخاص الذين لديهم بيانو حالياً ويرغبون باستخدام هذه الطريقة للتعلم، هل ذلك ممكن أم يجب أن تكون جميع التقنيات مدمجة في جهاز واحد؟ من الأفضل استخدام The One Piano، وهو البيانو الوحيد القادر على التفاعل مع التطبيق وإضاءة المفاتيح ليقودك خلال كامل العملية. لكن إذا كان لديك بيانو تقليدي، يمكنك الاختيار بين اتباع الطريقة التقليدية، أي دروس تعليمية وكتب، الأمر الذي قد يستغرق بين 20 إلى 40 ساعة لتعلم مقطوعة بسيطة، أو بإمكانك أيضا استخدام التطبيق والاستفادة من مجموعة الأغاني المتاحة عليها. بالتأكيد لن تضاء مفاتيح البيانو لديك، لكن يمكن في ذات الوقت الاستفادة من الكثير من الخصائص التي نقدمها كالتسجيل وتحميل المقطوعات والبحث. عادة ما هو الوقت الذي يحتاجه شخص مبتدئ لتعلم مقطوعة موسيقية صغيرة باستخدام هذه الطريقة؟ يعتمد الأمر على الطريقة التي ترغبين اتباعها، لكن إذا اخترت هذه التقنية لن يستغرق الأمر أكثر من بضعة دقائق. هل تريدين التجربة؟ فقط اتبع الضوء. تماما. احدى الاهداف التي وضعتها لنفسي لعام 2017 هي تعلم البيانو، وربما عزف مقطوعة موسيقية خلال الأشهر الأولى من هذه السنة. لكن بالتأكيد عزف مقطوعة كهذه ربما سيستغرق معي وقت أطول بكثير باستخدام الطريقة التقليدية.
باتت العمليات الجراحية التجميلية تشهد تطوراً مذهلاً بسبب التقنيات التي غزت ذلك القطاع بشراسة في السنوات الأخيرة. من القاهرة يبحث محمد طه أحدث الأجهزة المستخدمة في شد الجلد. يكشف لنا محمد كيف أصبحت هذه الأجهزة سهلة الاستخدام وقليلة الأثر، لدرجة أن من يخضع لتلك العمليات ربما يمكنه الذهاب إلى العمل في اليوم التالي مباشرة، بينما كان في الماضي يحتاج للبقاء أسابيع في المنزل. الليزر وأجهزة التعامل مع الدهون والأجهزة الخاصة بشد الجلد هي أبرز تقنيات عمليات التجميل. استعرضنا من قبل أجهزة الليزر وأجهزة التعامل مع الدهون، ورحلتنا اليوم مع الأجهزة الخاصة بشد الجلد. يعني ربما عرفت عمليات الشد، شد الجلد وشد الوجه، بأنها عمليات صعبة وربما تستغرق وقتا. كيف سهلت التقنية الحديثة والأجهزة الحديثة من جعل هذه العمليات أسهل؟ نتيجة التكنولوجيا برضو والتطورات في الأجهزة ودراسة للفيزيكس بتاعت الأجهزة والفيزيكس بتاعت الجلد، وإيه الأنسب، إيه اللي يقدر يحفز الكولاجين، إيه اللي يقدر يسبب لي انكماش في الجلد، كل الحاجات دي بعد تجارب طبعا ابتدى يتم تصديرها أو يتم استخدامها لعلاج تقدم العمر. يعني من ضمن طبعا الأجهزة الثرماج، يعني وده جهاز بنسميه مونو بولر راديو فريكونسي، أو بيستخدم موجات ترددات اللي هي الراديو فريكونسي أو الراديو، بحيث إن هي بتخترق سمك معين من الجلد يحفز الطبقة اللي هي بنسميها الدرمس أو اللي هي تحت الجلد على طول، علشان يزود الدورة الدموية فيها، يحسن من الكولاجين اللي هي المادة الأساسية اللي تدينا إحنا المطاطية في جلدنا، يحفزها إن هي تنتج أكتر، يحفزها إن هي يعاد توزيعها، علشان في الآخر بعد الجلسة، بس طبعا بياخد شويه وقت عشان يعني ده احنا بنتكلم على جسم طبيعي، ان هو الجلد دوت يبتدي ينكمش او يضم في بعضه بحيث ان هو يديني الرفعه. قلت لي ان الجهاز الذي يستخدم تقنيه مختلفه وربما احدث هو جهاز اولثيرا، يعني كيف يعمل هذا الجهاز؟ هو الاولثيرا ده يعتبر موديفيكيشن او تطور، ده الثرماج كان في الاول بيستخدم راديو فريكونسي او موجات الترددات اللي هي راديو، بقى دلوقتي الالترا ساوند او اللي هي الموجات فوق الصوتيه، لان لقوا ان هي كمان بتخترق مش بس جلد، هي بتخترق الطبقه اللي هي ما تحت الجلد اللي هي العضلات السطحيه. الالترا او الالترا ساوند الموجات الترددات اللي هو هاي انتنسي فوكس الالترا ساوند بتخترق الجلد، ما بتضرش الجلد، ماليش اي تاثير على الجلد تقريبا، هو بيوصل للعضله اللي هي تحت الجلد، لقوا ان هي دي بتسبب اكتر الترهلات سواء في الوجه، منطقه اللغد، منطقه الرقبه. فعن طريق استخدام الجهاز دوت بالهاند بيس، هو طبعا بيبقى ده الهاند بيس وبيركب له حاجه اسمها كارترج. الكارترج ديت اللي هي بتطلع الموجات الصوتيه، بيبقى ليها عدد نبضات معينه، بتشتغل بأعماق مختلفة، يعني ده بيبقى متوفر بكارترج اللي هو 4.5 ملي اللي هي بتوصل لطبقة معينة من العضلات، وفي كارترج تاني بيبقى 3 ملي، وفي كارترج اللي هي 1.5 ملي اللي هي منطقة الجفون. يعني فعن طريق الموجات اللي هي بتطلع بتشتغل على العضلة ديت تسبب انكماش في العضلة، فبالتالي العضلة تبتدي تشد. أنا أرى أن هناك جهازاً آخر ربما يستخدم في الشد هو جهاز بايو شيب، ما الذي يختلف في هذا الجهاز عن غيره من الأجهزة؟ الاختلاف أن هو المود نفسه، ده حاجة اسمها ده كان مونوبول أو أحادي الأبعاد، فبيبقى الموجات مركزة في منطقة معينة، ده بيبقى باي بولر أو بيحتاج طبعاً أن هو بنحط عازل مع المريض. ده جهاز لطيف جدا، تكلفته اقل، ليه استخدامات متعدده بس بيحتاج جلسات متكرره.
ولقينا ان هو مع استخدامه يعني هتلاقي ان هو في يدات مختلفه، في يدات لمنطقه ما حول العين، في منطقه للوجه، اليد دوت بيبقى للوجه، بيبقى فيه عباره عن رولز بلس ان هو بيطلع الموجات اللي هي راديو فريكوانسي. في طبعا بيبقى يد للجسم وفي يد، دول يدين بيبقى للجسم بس ده بيبقى المنطقه الصغيره، ده بيبقى المنطقه الكبيره. فكرته ان هو بيطلع الترددات ديت يحفز الطبقه اللي احنا قلنا عليها الكولاجين ان هي تنكمش او تشد. ممكن طبعا بنستخدمه في بعض المشاكل زي السيلوليت او التعرجات اللي بتبقى موجوده في الجلد. طيب انا ارى هنا على الشاشه تطبيقات مختلفه لعمليات الشد، هل تختلف عمليات الشد من مكان لاخر؟ طبعا، وفي لان ده بيعتمد على البارامترز، قوه الموجات اللي هتطلع، وطبعا الهاند بيس اللي هستخدمها، يعني اكيد العين غير الرقبه غير الجسم غير منطقه الارداف او الافخاد، يعني كل منطقه بيبقى ليها قوه معينه محدده طبعا على الجهاز. بس طبعا انا دوري كطبيب او هو بيبقى اكتر التكنيشنز او الفنيين اللي هم اللي بيشتغلوا على الجهاز ده، ان هو بيحددوا احتياج المريض الامر. احنا بدأنا الأول بالإيد الصناعية إنها بتاخد الإشارات العصبية من العضلات، بعدين اكتشفنا إنه ممكن المبتور ما يقدرش إنه يتحكم فيها لأن قد تكون يعني غير صحيحة، فانتقلنا الخطوة الثانية اللي هي إن احنا ناخد الإشارات العصبية من المخ، وده هيكون من خلال عبارة عن قطعة بتتحط على الرأس بتلقط الإشارات العصبية وبتنقلها بالبلوتوث للإيد الصناعية وبيتم التحكم فيها من خلال الإشارات العصبية للمخ. نحن عم نطبع الايد بماده اسمها بوليأثيتيك اسيد، هاي الماده باي كومباتبل، يعني هي ما بتاثر ولا بتعمل اي شيء لجسم المريض اللي بتنحط عليه، يعني لا راح تاثر جلد، لا راح تاثر تعمل مثلا فطريات او ممكن تعمل اي شيء لقدام ممكن يضر الجلد او يضر الشخص اللي عم بيستخدمها نفسه. فماده البي ال اي هي ماده مثل فينا نقول انه هي صديقه للجلد، ما بتعمل له اي مشاكل وبنفس الوقت قويه. هلا نحن نتمنى نوصل لانه الايد تتحرك بشكل طبيعي والانسان يفكر فيها، لحتى مثلا يفكر يعمل هاي الشغله وهي تعملها دايركت. بس المشكله في عندك الناس مقطوعه ايدهم او بيولد مقطوعه ايده او هو اساسا مشلول، هو ما عنده فكره اصلا كيف يحرك الايد بشكل عام، فانت كيف بدك تحرك الايد بشكل طبيعي وهو ما عنده فكره اصلا كيف الايد تتحرك لانه هو اصلا ما عنده ايد. فالطريقه الاسهل انك تلاقي طرق مختلفه تكون سهله على مستخدم الايد الصناعيه انه يحركها. نحن بنقول له انه انت شو حابب، مثلا بدك الكوماند تكون بوش بول رايز اب او رايز داون روتيت كلوك وايز انتي كلوك وايز، هذول كلياتهم نحن فينا نعمل له اياهم حركات له. تقنيات عديدة قدمناها لكم خلال هذه الحلقة، يمكنكم مشاهدتها مجدداً عبر القسم الخاص لفورتك في موقع BBC عربي على الإنترنت، وهو www.bbcarabic.com/fortech. تابعونا الأسبوع المقبل مع أحدث التقنيات التي نعدها لكم أنا وفريق البرنامج، وأيضاً أدعوكم لزيارة صفحتنا على فيسبوك BBC فورتك لمتابعة العديد من التقنيات بشكل يومي، وأيضاً من خلال حسابنا على تويتر @bbcfortech. تحية لكم جميعاً وإلى اللقاء.